في الواقع أني أعتقد أن هذه النظرية التي أشرنا إليها بالأمس وهي نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق تعد من أهم مصاديق التدبر في القرآن، يعني أن القرآن عندما يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأنا أعتقد أن من أهم مصاديق التدبر في القرآن هذا الأصل، التفتوا لي جيدا أعزائي، أهم مصاديق التدبر في القرآن هو أن نعرف أن القرآن نزل بصيغة المثل. قال تعالى في سورة الإسراء: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فلهذا القرآن نزل بلغة ماذا؟ بلغة المثل، بلغة الأمثال. والآيات كثيرة في هذا المجال. الآن أنا ما أريد أستقرأ الآيات وأحصي الآيات، ولكن قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس. أساسا هذا القرآن قرآن ماذا؟ قرآن خطابه خطاب ماذا؟ ها، خطاب الأمثال. أعزائي هناك بحث الآن ليس الآن محل الكلام فيه، في علوم القرآن الحديثة للعلوم القرآن ماذا؟ التقليدية، تحت عنوان علوم الحديثة في القرآن، تحت عنوان ماهية وهوية النص القرآني. هذا النص القرآني ما هي هويته؟ لكل نص أعزائي هوية خاصة. أنتم عندما تأتون إلى النص الأدبي، النص الأدبي هويته ما هي أعزائي؟ الخيال، الشعر ونحو ذلك. هذه عندما تأتون إلى النص القصصي واقعا ما هي حقيقته؟ له هوية خاصة. عندما تأتون إلى النص الدستوري، النص الدستوري فيه مثل، فيه قصة، فيه خيال. أبدا أعزائي، القرآن له هوية خاصة، له نحو خاص. وهوية القرآن الكريم كما قال القرآن ما هي ماذا؟ أنه قائم على الرمزية والمثل. ولهذا أنا كتبت كتابا تحت عنوان الرمزية والمثل في النص القرآني. أساسا النص القرآني من أهم مقومات هويته ما هو؟ أنه قائم على الأمثال. انظروا إلى هذه الآية الأخرى: وكلا ضربنا له الأمثال. لا يوجد شيء لم نضرب له ماذا؟ مثلا. هذا أصل. الأصل الثاني أعزائي، هذا الأصل الأول، إذن هوية النص القرآني هوية قائمة على المثل والرمز. الأصل الثاني أعزائي في القرآن، القرآن دعانا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. ولكن نقف عند المثل، لو لابد أن نعبر ونتجاوز المثل، أي منهما؟ قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أعزائي. فإذا لابد ماذا؟ ها، لابد أن نعبر المثل لنصل إلى ما يريده المثل. هذا من الأصل الثاني أعزائي، هذا الأصل الثاني. هسا ما هو المثل أعزائي؟ أنا بودي أن الأعزاء إذا عندهم هذا الكتاب أو يدخلوا على المواقع ويحصلوا هذا الكتاب، وهو كتاب مجمع الأمثال للطرابلسي أعزائي. هناك في مقدمة الكتاب جيد أعزائي يقول: مقدمة في معنى المثل وما قيل به. أساساً في اللغة العربية، في المفردات العربية، ما هي حقيقة المثل؟ يقول: اصغ إلى تحقيق معنى المثل واغن بنور شمسنا عن زحلي. التفت جيدا، ما هو المثل؟ ذلك قول سائر شبه به. هو قول ماذا؟
عام عام، لا أنه مختص ماذا بمورد. ذلك قول سائر شبه به بأول حالة ثان فانتبه. يذكر مصداقا ولكنه لا بد أن نقف أو نتجاوز مولانا. ذلك قول سائر شبه به بأول حالة ثان فانتبه إلى أن يقول قال المبرد المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بماذا؟ بالأول. فيقول فحقيقة المثل، التفت إلى الأصل الكلي، ما هو المثل؟ فحقيقة المثل ما جعل كالعلم، حتى يكون ماذا؟ يكون علامة فقط لهذا المورد لو لموارد كثيرة. ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول إلى آخره. إذا اتضح. والإخوة مفصلا أعزائي موجود أين؟ في هذا الكتاب أعزائي، وهو الرمزية والمثل في النص القرآن.